بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنكمل محاضرات الرسم الهندسي. النهاردة هنطبق على الممسات، هنعمل تمارين تطبيق على الممسات. احنا عملنا ممسات للدايرة من الداخل ومن الخارج، النهاردة بقى هنعمل تطبيق. تعالوا بقى نشوف مع بعض الرسمة دي هنعملها ازاي. اوكي، شايفين الرسمة دي؟ دي الرسمة يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف هتعمل ازاي. بالنسبة يا جماعة للرسومات اللي هي من النوع ده اللي هي فيها الممسات، المفروض ان احنا اول حاجة بنعملها بنرسم المحاور. يبقى اهم عشان ترسم رسمة بسرعة جدا ومش هتتلخبط لازم ترسم محاور. فاول حاجة انا برسم محاور كده بسيطة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. الرسمة فيها دوائر، فباخد المحاور ونرسم بعد كده المحور الرأسي بالشكل ده. يبقى دول اهم حاجة طالما عندي في محاور هي اللي تعمل الاول قبل ما اعمل اي حاجة خالص. بالنسبة لاول دايرة ادي هنا في السنتر ده كده في اول دايرة. اول دايرة هي مدهاني 20 20 يعني 2 سنتي 20 ملي، يعني طبعا كل شغلنا بالملي يعني 2 سنتي. يبقى هنفتح البرجل كده 2 سنتي بالمنظر ده. ونركز في اول دايرة اول سنتر ونعمل اول دايره زي ما حضراتكم شايفين 2 سنتي. برضو انا هكتب لكم المقاسات اول باول عشان تبقى انت عارف دي قد ايه. طبعا المسافه بتاعت القطرين دول اي حاجه، يعني اللي هو المحاور، سوري المحاور دي اي حاجه. دي 20 ملي متر 20 ملي اهي. تمام، بعد كده نبتدي نرسم في دايره تانية كبيره. بقى الدايرة الكبيرة دي بتبعد عن السنتر ده بعشرة. عشرة يعني ايه؟ يعني سنتي. فبقيس هنا اهو كده من السنتر ده كده سنتي. يبقى ده المركز التاني. تمام، هكتب لك برضو المقاس بتاعه. المسافة من هنا لهنا 1 سنتي اللي هي 10 ملي. 10 يا جماعة. تمام، اوكي. يبقى اللي هي المسافة من هنا 10. يبقى هركز دي. طيب الدايرة نفسها قد ايه؟ نصف القطرها بتاعها 48 48 4 سنتي و 8 ملي. 48 ملي يعني 4 سنتي و 8 ملي بالشكل ده كده يا جماعة. ايه هركز هنا كده وابتدي اعمل الدايره الاخرى. يبقى هنلاحظ ان الدايرتين مالهمش مش مركز واحد، كل واحده كل دايره ليها مركز معين. في هنا مركز وفي مركز ثاني بيبعد عنه بواحد سنتي. تمام كده، اللي هي ال 10 مللي يعني. اوكي، يبقى دي اول خطوه. بعد كده عندي من المحور ده، من خط المحور ده في مسافة اللي هي هنمس بيها الضلع بالشكل ده. المسافة دي هي 22، يعني 22 وصها كام؟ 11 و11. فباخد كده 11 ملي ومن هنا 11 ملي. ونرسم خط خفيف خالص بالشكل ده. الخط ده بيكون يا جماعة أخف حاجة ممكنة بالمنظر ده كده. عشان يبقى بعيد بس عن الدايره فانا مش هشيلها خالص. اوكي، وممكن بعدين نخليها دوتت كده عشان اصلا احنا المفروض مش عايزين دي او مش عايزينها كلها. يبقى احنا كده عملنا المسافتين، اهم حاجه المسافتين دول. هكتبها لكم برده بالمره. المسافه من اللاين ده للاين ده 22 22 ملي. طيب بعد كده في عندي هنا بقى مسافه فوق. قبل المسافه اللي فوق دي
طبعا ده اي مسافة براحتك خالص، مفيش فيها مشكلة. يعني انا بكتب هنا كده، تمام. فهنا في مسافة اهي، بعد كده في هنا 8 مللي، بنقيس 8 مللي كده. ونعمل اللاين ده، تمام. يبقى انا باخد بس الحاجات اللي هي الابسط حاجه، بعد كده اللاين ده بمد فوق اللاين ده. يبقى انا هتلاقيني كده بسرعه عمال ارسم الرسمه، مش هتاخد مني ثواني، تمام كده؟ اوكي. هنا بعد كده في ربع دايره، الربع دايره دي بتساوي 5 مللي، يعني بفتح البرجل قد ايه؟ 5 مللي، يعني نص سنتي بالمنظر ده كده. عشان اجيب دايره تمس دي، فبكل بساطه يا جماعه اخد بس هنا 8 مللي اهي، من هنا 5 مللي سوري، اللي هي نص سنتي، ومن هنا نص سنتي، واقفل المستطيل ده، بقفل الريكتانجل ده. المستطيل ده اتقفل بالمنظر ده كده يا جماعه. طيب انا عايز هنا ربع دايره يمس دي، عايز ربع دايره. اول حاجه نمسح الزياده، او الباول تمسح الزياده عشان ما تلخبطش، ويا ريت الخطوط بتاعتك تكون اخف من كده. تمام كده يا جماعه؟ تمام. عشان اجيب السنتر بتاع دي بكل بساطه، يا اما تاخد زاويه 45 بالمنظر ده وتنزل خط وخلصت. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تعمل كده، خط منقط، ومن هنا تنزل خط منقط هيدي لك السنتر. تمام كده؟ تاني، يبقى انا لو نزلت خط منقط من هنا وزاويه 45 من هنا، طبعا انا هديك طرق مختلفه خالص عن الحاجات اللي انت كنت بتشوفها، هدي لك السنتر اهو. حد فين من هنا لهنا اللي هي نص سنتي بالظبط، هتدي لك ربع دايره. بص يا باشمهندس، هتدي لك ربع دايره اهي، نفس الفكره الناحيه دي. تركز هنا هتلاقي قطعت معاك ربع دايره اهي. حلو كده؟ تمام. يبقى دي الفكره بتاعتنا، ان انا النهارده استنتج لك حاجات جميله. طيب من هنا باخد خط خفيف، بالشكل ده. كنت بس بظبط الدايرة بتاعتنا. طيب يبقى كده هنا عملنا أول حاجتين. الخط ده يا جماعة هنمده زي ما هو، الخط ده هنمده زي ما هو كده بالشكل ده، هنمده خفيف بالمنظر ده. دلوقتي المفروض ان عندي هنا الفكره كلها، ان انا عندي فيه خوص بيمس الدائره من الداخل. يعني ايه من الداخل؟ واعرف ازاي ان هو من الداخل. بص يا جماعه، لو القوس ده هيبقى هيمشي في الاتجاه ده كده، شايفين في الاتجاه ده ازاي؟ يعني يمشي زي ده لبره كده، يبقى اسمه من الخارج. لكن لو دخل لجوه كده، يعني القوس بقى بالعكس يعني كده اهو، يبقى اسمه من الداخل. من الداخل يا جماعه يعني بنجمع، من الداخل يعني ايه بنجمع؟ هنجمع ايه؟ انا شغلي على الدائره اللي بره دي كام؟ 48 مللي متر. الدايرة الصغيرة كانت كام؟ 20. أنا دلوقتي على شغلي على اللي بره. طيب بيقول لي إن القطر طبعا ده يا جماعة أو القوس ده لازم يكون معلوم، القوس اللي هيمس ده كده بيكون معلوم. طب هو مديني معلومة قد إيه؟ القوس ده مديهولي يا جماعة، القوس ده يا جماعة مديهوني 52. كام؟ 52. فبقيس من هنا، ما هو المفروض ان هو هيمس الخط ده، فبقيس من هنا على اللاين الافق كده 52، يعني 5 سنتي و2 مللي، 5 سنتي و2 مللي هيدي لي نقطه. ويا ريت الخط ده نعمله كده خط خفيف، يعتبر خط السنتر بتاعك. تمام؟ تمام. المفروض بقى هركز في السنتر ده. المفروض ان انا قلت بجمع، انا عايز الدايره اللي بره، الدايره اللي بره كام؟ 48. 48 و52 يديني كام؟ 10 سنتي. 48 و52 نجمعهم مع بعض يديني كام؟ 10 سم. فبفتح البرجل 10 سم، هات لي اقطع القوس ده. طب احنا ليه جمعنا يا جماعه؟ ليه جمعنا؟ عشان القوس هنا من الداخل. اركز هنا اهو كده، تمام؟ واقطع القوس ده، واقطع المسافه دي، يعني اللي هو اللاين ده. تمام كده يا جماعه؟ يبقى المسافة دي كام؟ 10 سنتي، اللي هي 48 زائد ال 52،
يبقى السنتر بتاعك فين يا باشمهندس؟ السنتر بتاعك اهو. تمام؟ طب القوس كان قد ايه؟ 52. القوس كام يا جماعه؟ 52، يعني 5 سم و2 مللي. يبقى نفتح البرجل 2 سم، 5 سم و2 مللي، 5 سم. و2 مللي بالشكل ده. كده تمام. هركز بقى في السنتر ده وهنلاقيه بيمس الدايره بتاعتك بالمنظر ده كده. شايفينها؟ بيمس الدايره اهو ويمس اللاين. بيمس الدايرة ويمس اللاين بالشكل ده يا جماعة. تمام؟ شوف نركز فين؟ ما بتركزش في الخط ده، احنا بنركز في نقطة التقاطع، مالكش دعوة باللاين، اوكي؟ يعني السنتر بتاعك من هنا اهو. بالمسافة دي كده اهو. كانت كام؟ 52. 52 ملم. تمام كده؟ 52. يعني 5 سم و2 ملي. كده بقى فاضل واحد تاني هيبقى بالشكل ده بس للداخل في الدايره اللي جوه. بص بقى اللي حاصل هنا ايه؟ ان لما هيبقى كده برده للداخل، برده ايه؟ للداخل مش للخارج. تمام؟ يعني برده بجمع برده ايه؟ يعني 7 سم و8 مللي. ادي 7 سم 8 مللي بالظبط. من اللاين المفروض ان هي هتمثل اللاين. وناخد الخط ده. خط خفيف خالص، يعني انت كده كده ممكن تمسحه مفيش مشكله. المفروض ان شغلك على مين بقى؟ على الدايره الصغيره دي. المفروض ان هو هيمس الدايره ايه؟ الصغيره دي، خدت بالك؟ تمام. نصف قطرها كام يا جماعه؟ 20. 20 و78 يبقوا كام؟ هيدينا 98. يبقى 20 و78 كام؟ 98. هو انا لازم اركز يا جماعه في السنتر. يعني شوف انا لما جبت القوس ده، خلي بالك كنت راكز في السنتر ده، المره دي هركز في السنتر ده واجيب كام؟ 98. فبفتح البرجل 9 سم و8 مللي، 9 سم و8 مللي يا جماعه في الدايره الصغيره. القطر بتاع السنتر بتاع الدايره الصغيره. واقطع الخط ده، واقطع الخط ده في نقطه. النقطه دي هي المركز الجديد بتاعنا. طيب القوس نفسه بقى اللي انت هيمس ده كام؟ اللي هو 78. يبقى افتح البرجل قد ايه يا جماعه؟ 7 سم و8 مللي. بفتح البرجل 7 سم و8 مللي الجديد ده واعمل المماس. بص هيمس الدايره ازاي؟ هيمس الدايره اهو من الشكل ده. شوف بيمس اللاين ويمس الدايره بتاعتك. وده بنكمله خط مستقيم عادي جدا، ده بيكمل خط مستقيم بالشكل ده. المركز بتاعه 22 كام؟ 22 كام؟ 22. طيب 22 عشان اجيبه هنا هو المفروض بيقطع ده. طب عشان يقطع ده بكل بساطه هتقيس، فطبعا ممكن تقيس من دي خلاص طالما في نقطه معلومه، خلاص نقيس منها ال 22 بتاعنا. يعني هي 2 سم و2 مللي اهي بالظبط، 2 سم و2 مللي. واخد منها خط خفيف كده، يعني اخد خط خفيف خالص بالشكل ده. الخط ده خفيف جدا يا جماعه، ما تخلوش تقيل عشان هيتمسح في الاخر. واوعى يعني خطوات عمل دي لازم تسيبها بس خفيفه، تمام؟ تخليها خفيف. المهم بركز هنا، افتح البرجل انا عايز يمس دي. بكل بساطه هتفتح البرجل نفس الفتحه اللي هي دي يا جماعه اهي، اللي هي كام؟ 2 اللي هي 22. باخد القوس ده احنا بنسيبه كده اي مسافه حاليا لحد ما يقطع مع مين؟ هيقطع معانا اللاين، هيقطع معانا اللاين. يبقى بالشكل ده. تمام؟ بعد كده انا في عندي قوس تاني، قوس تاني من بره، قوس تاني ايه؟ من بره هنا. المسافة 26 بس للدايرة اللي بره. يبقى انا اقيس من السنتر بتاع دي ازود عليها كام؟ او تقيس من هنا اهو 26. طالما في عندي نقطة معلومة يا جماعة أقدر أقيس 26، يعني 2 سم و6 مللي. طالما في نقطة معلومة بقيس منها و6 مللي، 2 سم و6 مللي بالشكل ده. طبعا عندك السنتر أهو.
يبقى انا في عندي سنتر هنا وسنتر، ده بتاع الدايره اللي جوه، ده بتاع الدايره اللي بره. بنفس الفتحه دي نبتدي نعمل القوس. دلوقتي يا جماعه هنا في يعتبر نص دايره، النصف قطرها 4. نصف قطرها كام؟ 4. طيب عشان اجيب النصف قطر 4 بكل بساطه هركز من هنا، ما هي دي كانت كام؟ 26، ونزود عليها 4 عشان يديني السنتر الجديد. 26 و4 يبقى كام؟ 30. يبقى نفتح البرجل 3 سم. هنفتح البرجل يا جماعه ان شاء الله 3 سم بالشكل ده، وهركز هنا واعمل قوس. وارجع عند النقطة دي اللي أنا كنت راكز فيها قبل كده وأقطع القوس ده. يبقى السنتر بتاعي هو ده، السنتر بتاعي يا جماعة هو ده. بفتح البرجل بعد كده 4 مللي يعني، بالشكل ده، واركز في السنتر. هيقطع معايا، بصوا هيقطع معايا دايرتين. هدينا النص دايرة زي ما حضراتكم كده شايفين، وبعد كده هنتقل بقى على الأقواس بتاعتنا عشان تبان بس كلها مع بعضها، ولو في زيادة طبعا نمسحها. يبقى ده الشكل بتاع، ونمسح أي زيادة بالمنظر ده، وتقل على القوس ده كده. يبقى زي ما حضراتكم شايفين أنا بجمع وأطرح لما يكون في قوس زي كده. انا جبنا القوسين دول ازاي؟ بركز في النقطه دي اللي هي بتاعه القوس ده عشان اجيب سنتر يمس، عشان اجيب دايره تمس ده، فبزود بس نصف قطرها اللي هي كام؟ 4. اكتبها لك برضو عشان احنا بنبقى عارفينها من هنا كده، المسافه من ده لده اللي هي ناق بتساوي 4. 4 مللي، تمام كده؟ اوكي، يبقى كده بالشكل ده. اه فاضل بس الجزء ده هنعمله بالاسطمبه. لما يكون في دايره صغنططه هنا بالنت دي مش هتيجي معاك البرجل، عمره ما يفتح الحته دي. بص عمره ما يفتح الحته الصغيره دي خالص، فبنعملها بحاجه اسمها اسطمبه الدوائر، هوريها لكم حالا. دي يا جماعه اسطمبه الدوائر اهي، تمام. فممكن ناخد بقى الدايره بتيجي ازاي. بص خلي بالكم عشان ليها استخدام معين. شايفين اللي في شرطه اهي، شايفين الشرطه دي مع الشرطه دي مع الشرطه دي. يبقى هنا مثلا لو انا عايز الدايره دي، شايف اللي هي بتمس كده اللي بره، يبقى هعمل كده. لو انا عايزها لجوه تبقى بالشكل ده. هناخد دي من هنا ودي من هنا كده، يبقى ادي. شوف طبعا كان صعب جدا ان انت تجيب دي بالبرجل، مش هيقدر يفتح معاك القطر الصغنطط ده. احفظ بس رقم كام؟ 3. فهتجينا اهو برقم 3 تعمل الدايره دي، ربع الدايره ده. يبقى الحاجات الصغيره خالص دي انت هتستخدمها عادي بالاسطمبه الدوائر. وبكده يبقى الرسمه بتاعتنا خلصت. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.